مرحبا ويسعد لي اوقاتكم. اليوم رح اورجيكم الفطاير الجبنه الطريقه الشاميه، نحن بنسميها قوارب. عندي هون 3 كاسات طحين، انا استعملت البريد فلاور، خميره، ملح، سكر، نيدو، مي، زيت زيتون، المقادير كلها موجوده بالديسكريبشن. عم ورجيكم نوع الجبنه اللي استعملتها. ملحتها شوي، حطيت لها حبه البركه، بقدونس، بيض، ومعلقتين سمنة أو فيكن تستعملوا زبدة، وبنصحكن تحطوا فات بالجبنة لأنه بتعطيها طعمة طيبة بالفطاير. بعد ما اختمرت العجينة قسمتها فيكن بإيدكن أو بالسكين عشان تطلع كلها قطع متساوية. وإذا حسيتوا العجينة من الأطراف سميكة فيكن تشيلوا القطع، هي طيابتها تكون رقيقة. وبهالأثناء بتكونوا محمين الفرن على درجة حرارة 400، والصينية فيكن تدهنوها بالزيت أو تحطوا ورق تبع البيكينج. ودهنتهم بالإيج واش، هو عبارة عن بيض ومي، وحطيتهم بالفرن على درجة حرارة 400 تقريبا 12 دقيقة. الفطاير طلعوا كتير طيبين وعائلتكم كتير رح تحبها. وللمرة الجاية، باي.